سواحل بيضاء ومياه زرقاء، طيور النورس تحلق بالقرب، وقوارب صيادين تغيب في الأفق، شواهد حضارة ومشاهد حياة، ودسمال يزين الرؤوس بألوان الفرح. السهل الساحلي هو أحد أقسام تضاريس المهرة الثلاثة، ويشمل الشريط الساحلي المتعرج والممتد من حدود المحافظة مع محافظة حضرموت من الغرب وشرقا حتى حدود سلطنة عمان الشقيقة، ويبلغ طوله 375 مترا، وهو ينحسر من الشمال بسلسلة جبال الهضبة وديانها، ويصل على ارتفاع له عن مستوى سطح البحر نحو 250 مترا، وتنتشر عليه معظم المدن الرئيسية بما فيها المركز الإداري للمحافظة ومدينة الغيضة، ولذلك يعيش فيه أكثر سكان المحافظة. وعلى هذا الشريط الساحلي الذي تزينه عروس بحر العرب سيحوج، وهي من المدن القديمة والبارزة والتي لها تاريخ عريق وكبير، والتي ما زالت معمورة، ومنذ العصور القديمة ما زالت هذه المدينة موقعا للتراكم الحضاري التاريخي، فهي من المدن الأثرية القديمة في اليمن، يقصدها العديد من الزوار خلال العام، يتجولون في أسواقها ويشاهدون حصونها وقلاعها ويستمتعون بسواحلها. ذكرها المؤرخون كأقدم إمارة يمنية عاصرت الجاهلية والإسلام باسم حيريج، عرفها البحارة ورست على سواحلها آلاف السفن من كل بقاع العالم. وحيريج من أهم المواقع الأثرية، وميناء مهم وخور مائي طبيعي، وتدل مقبرتها التاريخية على التراكمات الحضارية، وعلة على مقدار الآلاف الذين عاشوا هنا، ولها ذكر كثير في التاريخ ولكنها اندثرت. تعتبر سيحوت المدينة الأقل اكتظاظا بالسكان في اليمن، ويعتمد سكان المدينة على الزراعة وتربية المواشي وصيد الأسماك، وهي مليئة بالثروات البحرية. سيحوت مدينة عريقة قديمة، سميت بهذا الاسم نسبة إلى الساحل، يعني من اسم الساحل جاء اسم سيحوت، أو من اسم السيح كان صيح هكذا نفسه، يعني من اسم الساحل، ساحلها برضه واسع وغني بالأسماك، وكذلك من السيح المكان الواسع، نقول مكان واسع ولا سيح من السيح، وقد يكون هذه مجرد تخمينات هكذا، قد يكون لها اسم آخر، قد يكون يعني نظرة أخرى أو مسألة أخرى للسيحوت، لكن في وجهة نظري أنا أنه هكذا سميت بهذا الاسم نسبة لي، لأنها موجودة على الساحل بهذا الاسم مدينة السيحوت.
معالم سيحوت. سيحوت طبعا كان عريقه جدا وقديمه جدا، كان فيها عدد من القلاع والحصون موجوده في سيحوت، ولكن للاسف يعني انتهت واندثرت. اسمها موجوده الان، عاد بعض الحصون موجوده لا زالت، زي حصن بن بزاع بنوت وحصن المقدم اللي بن سعد بن سيدين موجودين، هذا الموجوده. المعلم الاخر، المعلم الهم، كان هناك مباني كثيره ومهمه جدا لشخصيات تجاريه وصارت لها اعتبارها، زي مثلا بيت الربيع. طبعا هذا بيت الربيع كان مقر للدوله، مقر للدوله السلطنه الافريقيه، الى الوقت تقريبا كان يرفع العلم، علم السلطنه الافريقيه. كذلك ردفان، مبنى يسمى ردفان يمتلكه السيد سالم بن حمد ايضا، انتهى واندثر. كذلك المعلم الاخر مسجد باكريت الكبير، تاسس عام 673 هجريه، اسسه احد شيخ ال باكريت، اظن محمد عبد الرحمن باكريت. وكانت بعد سيحوت سميت باسمه بعدين، يعني سيحوت ارض باكريت بهذا الاسم، هكذا يعني، يعني هو الكنز وهكذا. ايضا في هناك معلم اخر مسجد علي بن عبد الله، ايضا مسجد قديم، ومسجد اخر مسجد بقفله، كان عنده مناره مشهوره، ولكن للاسف انهدمت المناره وجدد جدت البنايه من جديد. هذه المناره كان يجتمع يعني تحتها يحل النزاعات ما بين القبائل، وكذلك خروج ودخول وخروج مقدم قبيلة بزياد مشهورة عن سيحوت، يسموها تحت هذه المنارة. هذه منارة مشهورة جدا، لكنها للأسف يعني صاحب المتصدق هذا هدم المنارة، يعني المسجد كلها وبناها من جديد، لكن المنارة ما عاد استعادها. حيري طبعا مدينة قديمة جدا قبل سيحوت، ما قبل سيحوت كانت حيري، وكان هناك يديرها إمارة، يديرها سلطنة، السلطان محمد بن سعيد أبا ديانة هو سلطان حيرج، وكان يتنقل ما بين حيرج وما بين الشحر، حتى الشحر أيضا حكمها في وقت من الأوقات، يتنقل هكذا بين الإمارتين. لكن بعدين فيما بعد نشب خلاف بينهم وبين الكثير، كان السلطان بدر بن عبد الله الكثيري كان يريد توسعة، يوسع إمارته ويريد له منفذ على البحر، لأنه في حضرموت الداخل يحكم اعترفوا عنه. طبعا كان نزاع بينهم، فنزاع فيما بينهم وحروب شديده جدا، ازاح السلطان الكثيري السلطان ابو ديانه محمد سعيد الى امارته في سيحوت، وبقى في سيحوت، وهي الان اطلال على الساحل، يعني ما بقى الا اساسات بيوت قديمه جدا، وهناك حصن كما يقال الاوائل انه حصن كبير جدا قرن السلطنه، حصن حتى يوصفوه بعض اللي شاهدوه او سمعوا عن اباهم انه هذا الحصن كان مدور هكذا، لا شكل مدور، لكن للاسف الحصن اندثر والبنايات ايضا اندثرت، ولا زالت الاطلال الموجوده تحتاج الى من ينقب عنها ومن ينبش على الاثار هذه داخل في هذه السلطنه. بعد الحيرج، بعد ما انتهت حيرج كمينا، طبعا مينا مهم كان يصدر بضائع، هجرات ايضا من سيحوت الى الى الى, إلى إلى شرق أفريقيا، كل هجرات هذه حتى من ساحل حضرموت يجوا إلى حيرج، يعني السفن هذه تنقلهم إلى شرق أفريقيا. ثم انتهى من حيرج انتهى، استبدل عنه مينا سيحوت، ومينا سيحوت ظل شغال يعني يشتغل إلى فترة قريبة انتهى مينا سيحوت. سيحوت أرض الخلجان والشواطئ الساحرة، جمال رباني وإبداع إلهي لا تخطئه الأبصار، وابتسامات تعبر عن مكنون أهلها، عن كرم أيديهم ونقاء قلوبهم. في سيحوت إذا مررت بها سوف تتجول بين أزقة التاريخ وتستريح على شواطئ الجمال.
من أهم معالم سيحوت مسجد القديم، جامع الشيخ باكريد، بل وأقدمها، فقد تأسس في القرن السابع الهجري في حدود سنة 673 للهجرة، وتعرض لترميمات عديدة أهمها سنة 1403 للهجرة. ورغم الترميمات التي لحقت بالجامع، إلا أن أثار الجامع القديم ما زالت شاهدة على عراقة المكان والزمان. بين خمسة جبال شامخة تحيط بوادي سحيق يسمى وادي الغيضة الكبرى، من أقدم مناطق في محافظة المهرة، فتاريخها يعود إلى عصور ما قبل التاريخ الحجري والبرونزي. كما تنتشر في المرتفعات الجبلية المحيطة العديد من الكهوف الصخرية التي استخدمها الإنسان القديم كملاجئ طبيعية. وتقع الغيضة على بعد كيلومترين شمالا فقط عن مدينة سيحوت، فإلى جانب طبيعتها الجغرافية الساحرة وأوديتها الزراعية، بها حصون قديمة ومعالم أثرية ومعالم طبيعية كالحمامات الساخنة. ولكن الزمان جار على هذه الواحة الطبيعية، فقد هجرها أهلها لأسباب اقتصادية، فأصبحت مهجورة وأطلالا باستثناء البدو الرحل الذين يأتون بين الفينة والأخرى. غيضة كبيرة طبعا منطقة يعني قرية كان يسكنها يعني آل معرابي وآل بحشوان وآل بزياد ومجموعة وغيرهم من وآل بن حدية وغيرهم من الأسر. طبعا منطقة زراعية، غيضة كبيرة منطقة زراعية تشتهر بنخيلها، بكثافة نخيلها، وفي أيضا بكثرة عيون المياه اللي فيها أكثر من عين أقرب ما يعني. وكانت عامرة جدا في إلى السبعينات، كانت منطقة طبعا مزدهرة، سكانها طبعا يتعاونوا فيما بينهم، كلهم أصحاب زراعة على النخيل ورعي الماشي، أيضا رعي الماشي والحطاب وغيرها وغيرها. ثم أيضا ينزلوا للسيحوت يقضوا شغلاتهم أشغالهم، ثم يرجعوا إلى المنطقة هذه. وهي الآن موجودة يعني غيضة كبيرة، لازالت موجودة، وهي الآن تعتبر منطقة تراثية. أنا أعتبرها كذا منطقة تراثية سياحية، لو فيه اهتمام من قبل طبعا الدولة أو هيئة المتاحف والآثار هذه. طبعا منطقة سياحية أثرية، بيوتها لازالت بالطين، مبنية بالطين مسابق يعني ماشي دخلها من ال... وانتقلوا أهلها فيما بعد في السبعينات تيت اللي قلت تعمل، بعضهم سافر لأطراب والبعض الآخر انتقل واستقر في سيحوت. الآن أغلب السكان مستقرين في سيحوت، عملوا لهم بيوت. الآن غيضة كبيرة تعتبر كمنزه، منزه اللي قاعد منزه، فيها مياه، فيها عيون، فيها هذه، فيها نخيل، فيها جبال. لو كانوا اللي بيسيح يروح الجبال يصطاد العول، يصطاد أي شيء، يصطاد الطيور والأرانب كلهم.
إنها سمة حسنة في أهالي سيحود، حفاظهم على هويتهم المهرية وعاداتهم وتقاليدهم. فعلى سبيل المثال، يتميز أهالي سيحوت بهذا اللباس المميز للعريس في المهرة بالحفاظ عليه والتمسك به. يتكون اللباس من قميص أسود مزخرف بنقوش بيضاء في الجهات الأمامية، ومن عمامة ملونة منسوجة بالألوان الذهبية والأحمر والأبيض، وتوضع على الرأس من الحرير تسمى الدسمال ويعمم بها الرأس، وقطعة أخرى بنفس التفاصيل والزخارف إلا أنها أطول قليلا وتلف على الخصر، ويوضع عليها الجنبية أو الخنجر، كما يوضع على الأكتاف شال أخضر يلف بطريقة معينة. تمتاز محافظة المهرة بساحل طويل يقدر بـ560 كيلومترا، ويعمل على شريط هذا الساحل أكثر من 6000 صياد، وعدد القوارب العاملة أكثر من 1200 قارب صيد سمكي. إن صيد الأسماك يعتبر المصدر الأساسي لغذاء السكان، وهي أغنى محافظة من حيث الإنتاج السمكي على مستوى المحافظات الجنوبية لليمن، ويتم فيها صناعة قوارب الصيادين. مع كل موسم من مواسم الصيد قصص خالدة تروى، وعادات متوارثة تعكى، تحمل في طياتها الكثير من الطقوس التي تجعل منها محطات للتوقف والاستمتاع بكل تفاصيلها وصورها الكثيرة، لا سيما مع موسم السردين في مدينة سيحوت الذي يعرف عند سكانها بالعين. البحر عيشتنا عليه، نحن كلنا اغلب السحود كلهم صيادين، نشتغل على البحر، نطلع على البحر ونغدف، نجيب العيد من البحر، الصيد نجي من البحر. عندنا كان مينا في سحود، من السحود يعني معروفه الكل يعرفها. عندنا البحر موسمين، يقول له الصرب والقيض. موسم الصرب نشتغل نشيل معي بحريه لمده شهرين، يقول له 60 اللي معي بحرية، يشتغلون معي الشهرين هذا، بعد ما يخلص شهرين 60 يوم، يعني من شهر 10 أشوف إلى شهر كم؟ 12، له شهرين صرب 10 11 12 إلى 12. إذا كنا أبغى يكون معي يعني القيضية، يعني عبارة يعني هم حرار، ما أبغى يكملوا معي يعني خلاص يخرجوا مني بالنسبة للبحر اللي معي. لكن بالنسبة للستين يوم هذا البحار اللي هو معاك يكون ملزوم فيك، حتى ولو كان مريض حقه ماشي عندك، يعني 60 يوم يقولها الصرب. يعني إذا مثلنا تخالفت أنت والبحار هذا خلاف، يكون يجيب فيه عاقل يسد بيناتكم. لكن هو لا مريض بالنسبة للقسم حقه ملزوم عليك أنت يا ربان تخرج قسمه، حتى ولو مرض الا 60 يوم هذه شهرين كلها مريض
تعطيه حقه. يعني زعل من نفسه كذا بغى يروح، ممنوع ما يخرج لما يكمل لك 60 يوم هذه معك، حتى ولو ما عندنا شيء حق، ما عنده شيء فلوس ولا عندنا شيء، لازم يكمل معك الموسم. بعد ما تخلص 60 يوم ما بغى يشتغل معك هو حر يروح يشتغل مع اي واحد، وبغى يشتغل معك يعني شيء راجع له. الموسم الثاني يقولوا القيض، القيضية موسمها ثاني، بعد القيض هذا تشتغل لما شهر كم؟ شهر 4 يعني تقريبا شهر. القضية دي مفتوحة يعني إذا كان بحارك يبحارك يعني، المهم يكمل معك القضية. بعدين يعني بغى يكمل الموسم يكمل الموسم، بغى يعني اللي ما يكمل الموسم معك القضية هذا اللي ما يكمل الموسم، بعدين يدخل عليها وقت الخريف. وقت الخريف هذا خلاص كل واحد يعني حر نفسه. السنه الجايه دلك البحر اللي والله متفق انت وياهم ابغوا معك اصحابك، ما ابغوا معك لا ابغوا مع اي واحد، انت روح دور لك بحر ثاني. الخريف موسمه على الغضيف ماشي لا غضيف بس. والبحر لها يعني لها قوانين اول عندنا، لها قوانين تطلع لما تبزق الشرب دفر دفصرب. تشتغل في البحر لما مثلنا يعني حد صاب شيء ولا شيء ونزلت بغيت البر، نزلت البر بسموق الماء قلت في البر قريب بتشحق ودق الهيرب في الحجز يعني دق الهيرب خلاص ما عاد تطلع البحر علي خلاص يعني لك لا طلعه واحده بس يعني ما طلع طلعتين. بعد ما يدق الهيرب تحت ويدق في الدم ما عاد لك تطلع خلاص يلا علي سموق ما عاد لك شيء. ونورا السموق صال ما دق من حق تنزل صاحبك هذا كان هو مريض وبطلع بالشغل اشتغل لك، كان اللي دق الهرم عاد تطلع. ده بالنسبه للصرب شوف. والبحر كانت لها قوانين عندنا وما احد يخرب، كل من يبغى يلقى على كيف. العايز اللي ما قدهم قريب عليها ما عاد يلقى المكينه، عاد مكان الا ذاك المره الا 6 خيل المكينه ما شق لها يخليها واقفه، هو نهب واحد خاط قاعد يعتر نفسه يقول لك لا تشغل الا بالسوايه بالسوايه بالسوايه. بعد ما يشحن يخرج من النهب، وبعدين بسوائل بعد ما خرج من الناس وخرج منها بعيد منه ضرب المكينه وخرج. انها ما عجب يرجع طول يقول لك لا تستعجل الحوت، خلي الحوت حيته. اول كان الناس يعني تزموا البعض من البعض. ده بالنسبه للموسم يعني. الصيد عندنا كان انواع الصيد. عندنا الطرناك، عندنا الطمكري، عندنا الشروخ، عندنا العقام، عندنا النوبين، حدر. من عز الصيد، من عز الصيد سيحوتنا كلها. نحن ما ناكل جديد مثل الوقت هذا، الوقت ذا قلنا حناكل جديد اللي قدامها كرفناه. من الساعة هذه كنا ما ناكلها. الغودة من كل الصيد عندنا، من أنواع الصيد عندنا. لأن أصبحنا البحر حقنا لعبنا فيه. كل من جاء طرح إيده فتعبته في البحر ورجعنا بدل قلنا بدل ما نكل من الطرناك والطماكري والأحسن الصيد رجعنا قلنا ناكل جديد. طبابيق هذه كان زمان قاعد مزقلات السيف. لأن البحر ملعوب ما حد فوقه، البحر ما حافظوا عليه. ولا كان حافظوا على البحر ما يقع كذا بحر سحوت خاطر بلد السحوت. ليش قالوا هسه حوت؟ لأنها بلد الحوت، كل حوت يجي فيها، كل حوت يجي فيها. ما حافظنا على نعمتنا. كل يعني وسائل ما حد دخلها في البحر دخلوها. قرضوا بقعوا كلها انقرضت. يعني الصيد زمان اول ما تطلع تلاقي المزح يقع صاد الطماكري هذا قاعد يمشي الصاد بالعظم. الحين نقول نحن وسائل ما حد يلقيها في البحر. بالنسبه للسليك هذا اسرائيلي نقول نحن صخاوي. الصخوه هذه تقعد ترحها في البحر سبحان الله يجي شيء يقص الكاوي قاعد لها علم يعني كاوي قاعد شيء يقص العلم هذا. بعد ما يقتص العلم ذلك الصخوه في البحر اللي دخل فيها يموت وانت ما تدق عليها. اللي دخل فيها يموت يخيس في البحر لما يموت يخش. بعد ما يخش يروح يجي بعد اللي يدخل يموت على كذا قبر حق البحر قبر. الشباك كذلك قشار قشار هذا مشرف ما حد يعني زي نمعي بيت واحد طول النهار يشغلنا في البيت عنا بجلس في بيتي ما بجلس بشرد القشار حق الدا طرحوا فوق الشباك حق القشار اللي يجي فوق الصيد طرحوا فوق الشباك. الشباك الصيد انقرب راح 24 ساعة واحد يقتلنا في بيته يعني نجلس فيها هاجر ما عاد شي صيد. الحين عندنا قول الصيد يقول لك حاجة اي سبلك مثل هذا يجيبوه
يعني صيد ما حتى ما تاكلها طرير ما ادري ايش ما حد ياكلها عندنا. الحين قلت انا اكلم اول كنا من كل من عندنا تخير حيث ما بغيت من حوت شله وهو طري طازي كان دنيا تغير. من احسن الربابين يقول له عبيد بن ربيع وبعده بن قحطان معاذ بن سعيد بن قحطان هذا الربابين يعني بعد ما ثالث واحد يقول له حجان من درفات حجان بن رمضان بن حيمل هذا من احسن الربابين عندنا واحد من مسمار من مسمار هذا قبلنا نحن ما بالنسبه لحجان وعم جمعان بن سعيد عبيد بن ربيع قبلنا برضه ده اقول المصوفين يعني ربابين على مستوى بالنسبه ربابين ساحوت وربابين ساحوت فيها كثير ربابين بس هذول الناس المشهورين يعني مشهورين يعني ما حد زيهم يعني حتى معهم تواريخهم الى حد الان مصايفهم على اسمهم بن عنتيش جمعان بن عنتيش برضه من 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 ساحوت يعني ربان على مستوى ونحن هذول بعدهم بعدين تاليين ما ادراك اللي قبلنا ويعني وصفهم يعني توصل وين وين يعني ما حد زيهم. تنتمي أسماك السردين إلى فصيلة الرنجة ويعيش السردين في مياه المحيط المعتدلة والمدارية الحارة بالقرب من سواحل كل القارات تقريبا ويبلغ متوسط طول سمكة السردين بين 23 إلى 30 سنتيمترا وتزن 113 جراما تقريبا ولون الجزء الأعلى من جسمها رمادي ضارب إلى الزرقاء والجزء الأسفل منها فضي. وفي سيحوت تشتهر المدينة بصيد أعداد كبيرة منها كما يشتهر أهلها بجودة طبخهم لأسماك السردين ويطلقون عليها اسم أسماك العيد. كثيرا هنا ما ترى جلوس العديد من الرجال أمام أحواض مليئة بالعيد لفرزها وتنظيفها حيث يتم فك بطونها وتنظف ثم ترص في أسياخ من الحديد تسمى المشك أو المشاكيك وتوضع عليها البهارات والملح وتوضع في التنور الذي يجب أن يكون من الطين المحروق ويستخدم لرفع درجة الحرارة فيه الحطب الخشبي المجلوب من الأودية والشعاب القريبة ثم توضع المشكات ويبقى قليلا حتى يصبح ناضجا وجاهزا للأكل وهي الطريقة التقليدية. تقدم أسماك العيد عادة مع الأرز الأبيض والسمن على طول أيام موسم صيد أسماك العيد أو السردين. وتبقى سيحوت بحرا من العطاء وجبلا من الوفاء وجيلا من الفرح.